كثير من التحديات يواجهها أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على تمويل. يطلب منهم مستندات لا تنتهي، زيارة أكثر من جهة، وبعد ذلك الانتظار الطويل للحصول على الموافقات. لذلك جاءت مبادرة بوابة التمويل للربط إلكترونياً بين المتقدم للتمويل وبين الممول من الجهات التمويلية، ولكي تتمكن من الدخول إلى بوابة التمويل والحصول على التمويل المناسب لنمو منشأتك، يجب أن يكون لديك حساب في نظام الدخول الموحد في وزارة التجارة ليتم توجيهك مباشرة لتسجيل الدخول في بوابة التمويل من خلال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك. ولإنشاء طلب التمويل توجه إلى الصفحة الرئيسية لبوابة التمويل واضغط على ابدأ الآن، ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة، وبعد ذلك اختر المنشأة وقم بتعبئة نموذج طلب التمويل، وأخيراً اختر جهات التمويل المناسبة أو أرسل الطلب لجميع الجهات. ومن خلال لوحة التحكم يتم عرض قائمة طلبات التمويل الخاصة بأي من الشركات أو المنشآت التي تتملكها والفرص الواردة لك من الممولين، مع إمكانية إضافة التعليقات عليها، كما يمكنك قبولها أو إلغاؤها مع اختيار السبب. بوابة التمويل، بوابة واحدة، حلول تمويلية متنوعة. استفد من بوابة التمويل لتنمية أعمالك.